بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا اليوم عن تكاملات المستوي أو الإحداثيات الأسطوانية. سبق وأن تكلمنا عن إحداثيات الكارتيزيان لـ X Y Z، وتحدثنا عن البولار كوردينيتس الإحداثيات القطبية. اليوم بإحداثيات الأسطوانية سيلندريكال كوردينيتس. السبيريكال ما راح ناخذها المحاضرة، المحاضرة القادمة أو نهملها هذا الكورس، يعني هو كورس مضغوط جدا. احنا رفعنا من عند طرق الرسم اللي هي نهاية السكشن البارشال، السبيريكال على أكثر ما راح نعطيها. ما راح نكمل بالسلندريكال. السلندريكال شنو معناها؟ ان الأرضية اللي هي الاكس واي بلين راح هو يكون بالار وثيتا، يعني بدل ما راح نتعامل مع اكس واي نتعامل مع R وثيتا. R هو طول والثيتا هي الزاوية، يعني الأرض راح تصير هي البولار كوردينيت، بينما الارتفاع راح يبقى المتغير نفس الزد، يعني بالأرض R وثيتا قطبي والارتفاع زد. يعني اللي فهم ويانا الإحداثيات القطبية وقراها ما راح يصير عنده مشكلة بالإحداثيات الأسطوانية. هنا تعريف مالته انه النقطة راح نعرفها بدلالة الـ R والثيتا وزد. Cylindrical container represent a point B in space by the order R theta xi which is R theta polar coordinate نفس الإحداثيات القطبية، والفيرتيكال الطول هو الإحداثي زد. أي تكامل راح نعامله هنا راح نضيف حرف الزد على الـ R dr d theta. خلينا نشوف شلون راح نتعامل مع التكاملات. عندي كارتيزيان بوينتس والثيتا ركتانجلر سنجلر. الاكس هي ار كوساين ثيتا حالة حال البولار كوردينيت، بالار الواي هي ار ساين ثيتا، ما جديد عندنا. الزيت راح تبقى زيت، لان احنا حولنا من اكس واي الى ار وثيتا وزيت. عندنا العلاقة اللي هي R تربيع هو مجموع مربع الإكس مع الواي، والتان ثيتا اللي هو واي على إكس. الرسم شلون راح ترسم هاي الإحداثيات؟ احنا عرفنا رسم القطبي، أخذنا عوائل الدوائر وعوائل الورود والكارديود، كل العوائل أخذناها اللي هي راح تصير بالأرض، بينما بالأعلى راح تجيني دالة بالزر. خلينا نشوف هنا بهذا الرسم شو يريد التركيز على هذا الرسم. شوف هذا المستوي اللي يقطع محور زد ويوازي، شنو معادلته؟ ثيتا يساوي لنا ثيتا نوت، يعني الزاوية مالتنا تحركت المقدار ثيتا نوت. صار عندي معادلة مستوي الار والزد هم اللي راح يتغيرون، بينما هذا ثابت راح ينطيني مستوي. هذا المستوي شبي يوازي محور زد. نجي هنا، هذا المستوي الأزرق أو الأخضر هذا التركوازي زد يساوي لنا زد نوت، والآر والثيتا هم اللي يتغيرون، يعني هذا مستوي يقطع محور زد، عشان قطع المحور ما يوازي قطعه بس يوازي من يوازي الآر والثيتا اللي بالأرض، أو يوازي إكس وواي سابقا، هسه يوازين آر وثيتا. هسه نجي هنا، معادلة الدائرة إذا تذكرون سابقا كانت R يساوي لنا R نوت، واللي يساوي لنا ثابت هنا أي انطانية. أي دائرة بالأرض من أرفعها مقدار، تخيل أنت عندك دائرة وقاعد ترفع الجسم مالتها باتجاه زد للأعلى، إيش راح تولد عندك؟ راح تولد عندك أسطوانة. إذا معادلة الأسطوانة هي R يساوي لنا ثابت، والزد والثيتا يتغيرون. طبعا هنا الثيتا هي دائرة كاملة، إذا كانت هي دائرة كاملة فهي من صفر للتو باي، والزيت مهما طالت ارتفاع الاسطوانة، إذا انطاني الزيت 4 يعني 4، إذا انطاني 10 10، وهكذا. هذا من أشهر 3 معادلات بالإحداثيات الاسطوانية، مستوي يقطع محور زيت ويوازي المحاور الإكس واي بلين أو ار ثيتا بلين، ومستوي يوازي محور زد اللي هو ثيتا يساوي ثيتا.
معطين هنا أمثلة. إذا R يساوي لنا 4، شنو معناها R يساوي 4؟ هذا المثال اللي هو السلندر نصف قطرها 4، X the X Z X يعني باتجاه Z X. ثيتا يساوي لنا 60، يعني مستوي contain the plane of the Z X، يعني هذا المستوي يحوي محور Z، يوازي ويحوي. بينما زت يساوي لنا 2، هذا المحور، شوف هاي زت يساوي 2، نحصل بهذا المستوي الأخضر. اللي يهمنا من هالقضية هو حساب التكامل. حساب التكامل طبعا هذا الحكي اللي حكيته هو هنا حساب التكامل، شو راح تتحول ال R D R D K. إذا انطاني منطقة D ويريد يحسب تكاملها، منطيني دالة F D Z المحور الثالث مالتنا Z، بينما هنا المتبقى عندي شنو؟ باور ار دي ار دي ثيتا اللي هنا مال الاحداثيات القطبية، بينما دي زد هو المحور الثالث. خلينا نشوف هذا المثال الأول. المثال الأول اللي انطاني اياه find the limit of integration cylindrical coordinates احداثيات اسطوانية for the integrate function of f of r ثيتا، ما معطيني الدالة، المهم هو يريد بس حدود تكامل limit. منطين المنطقة دي bounded below من الأسفل بلاين زيت يساوي لنا صفر، and laterally ثم by the circular cylinder extra b زائد، يعني هنا شنو عند اسطوانة بس متحركة من الواي بمقدار وحدة واحدة نصف قطرها واحد، and above parabolaid زيت يساوي لنا extra b زائد الواي تربيع. شلون ارسم هذا او حتى اذا ما احتاج ارسم، خلينا نشوف شلون المعادله مالته تكتب اكس واي زد. منطيني المعادله الاساسيه مالتنا اللي هي من الاسفل صفر، يعني الاحداث الصفري بالارض ما عندي شيء، زد يساوي لنا صفر، بينما من الاعلى المعادله مالتنا بالاعلى منطيني اياها يعني الزيت بين الصفر وبين الاكس تربيع زائد الواي تربيع، هو منطين الزيت تربيع زائد الواي تربيع. شلون ارسم هذا الاكس تربيع زائد الواي تربيع اللي هو يساوي بالحقيقه ار تربيع؟ شلون ارسمه؟ هو الزيت يساوي لنا اكس تربيع زائد الواي تربيع بارابولايد. اذا اكس صفر راح تبقى المعادلة، تبقى الزيت يساوي لنا واي تربيع، هذا الزيت وهذا المحور واي، هذا محور اكس، هذا محور الزيت، يعني هذا الزيت يساوي لنا واي تربيع، مو هذا؟ إذا كان لا الواي صفر، إيش راح يكون؟ معادلة بين الاكس والواي، اتحرك الى اليمين راح يكون هذا الشيء، اوصل هذه النقاط راح يكون عندي هذا القطع او بالضبط الشكل مالته. اذا شوي احسن بالرسم امسح بعض الازمه، القطع بس بالمستوى الثلاثي، قطع مكافئ بالمستوى الثلاثي طاس باعتباره. بمن مقطوعة؟ مقطوعة بالاسطوانة، منطيني اياها اكس تربيع اسطوانة زائد واي ناقص واحد الكل تربيع يساوي لنا نصف قطرها، منطيني اياها واحد، احولها بالار والثيتا، هذا ار كوساين تربيع تربيع ثيتا زائد ار ساين. قبل لا احولها خلي ابسطها، اسد اكس تربيع زائد واي تربيع ناقص 2 واي زائد 1 يساوي لنا 1، هذا الواحد يروح من الطرفين يبقى عندي اكس تربيع زائد واي تربيع ناقص 2 واي
ساين صفر. إذا r تربيع كوساين ثيتا تربيع زائد r تربيع ساين تربيع ثيتا ناقص 2 ساين ثيتا ساين صفر. r تربيع مشترك يبقى عندي 1 من ساين كوساين تربيع ناقص 2 r ساين ثيتا ساين صفر. أقسم على r أخلص من عنده، يبقى عندي r يساوي 2 ساين ثيتا. وإذا نتذكر هذه رسمها دائرة على محور ساين على محور y نصف قطرها 2 ساين ثيتا. هذه الأسطوانة اللي هي 2 ساين ثيتا راح تكون بالأرض على محور واي، يعني وين أرسمها هنا بالرسم مالتنا؟ هذا محور واي، إذا هذا إكس أمده إذن هذه الدائرة مالتنا. إذا من تقطع الدائرة هذا المستوى إيش راح يكون عند الرسم بالمحصلة؟ يعني هاي الأسطوانة إذا مديناها على طولها على محور زد وين راح يتقاطعون؟ راح يكون الرسم بالشكل اللي راح نشوفكم إياه. هذا شكل الرسم أكثر دقة من رسمنا. هذا هاي الدائرة اللي رسمناها، وهذا البارابولايز اللي قطع الدائرة، هذا الكارتيزيان وهذا السلندر. شلون قطع؟ اللي يهمني شلون أكامل. خلينا نشوف شلون نكامل هذا الرسم مالتنا. خلينا نكامل، نكتب تكامل تربل انتجرال دي زت. الزت منين لوين تتحرك؟ بالطريقة الاعتيادية مالتنا اللي تعلمناها ارسم خط يوازي محور زت. منين بدأ الزت؟ من الصفر. وين انت؟ منين الخروج؟ هذا الانتر وهذا الاوت. الخروج كان بالسلندريكال اللي هو زد يساوي لنا ار تربيع. خلصنا ار دي ار دي ثيتا. هسه الار منين لوين؟ ارسم خط، نرجع لل ارسم خط من الصفر وين يخرج؟ من اخر الدائرة. اذا تكامل الار من صفر الى نهاية الدائرة، ايش قد هذه الدائرة؟ شنو معادلتها؟ الار شو يساوي لنا؟ هسه حسبناها، هذا الار مالتنا، الار يساوي لنا 2 ساين ثيتا، هذا هسه حسبناه قبل لحظات. ار يساوي لنا 2 ساين ثيتا. بقت عند الثيتا منين لوين؟ هنا راد تركيز. عادة اكتب الثيتا من صفر للتو باي، بس بهذه الحالة ما اقدر اكتب من صفر للتو باي. هذا محور اكس، بقى محور اكس الزاوية منين لوين تحركنا؟ هذا محور واي على القديم بنص صفر للباي فقط، من الصفر للباي. وإذا كانت الدائرة على محور إكس مو على محور واي راح يكون من ناقص باي على 2 للباي على 2. هذا دائما بالأسئلة لازم واحد يركز عليه. إذا جتني الدائرة مركزها صفر صفر فهي من صفر للتو باي دورة كاملة، بينما هنا لا، راح يكون من صفر للباي. هذا الأوردر مال التكامل. إذا انطاني الإف وعرفنا الإف أقدر أحسبها، إذا ما انطاني الإف تبقى هذا التكامل. خلينا نشوف تكاملنا بالضبط. طلعنا تكامل مالتنا من صفر للآر تربيع ومن صفر لاثنين ساين ثيتا ومن صفر للباي. How to integrate in cylinder coordinates، كلام اللي شرحناه. الخطوة الأولى اللي راح أسويها
ارسم الرسم هذا الزيت راح يكون من G1 الى G2 داله طبعا لازم بالار والثيتا. وبالارض شنو عندي منطقة R اللي هي منين جايتني من H1 الى H2 جزئين. الخطوة الاولى حدود الزيت ارسم خط عمودي مثل ما رسمنا قبل شوي خط عمودي هنا من G1 الى G2 هذا الانتر هذا الاوت. الخط الثاني راح اطلع حدود ال R. حدود ال R شلون نحسبها؟ ارسم خط من 0 0 وامر بيه من بالمنطقة R. فالمنطقة R منين راح تجي من H1 والتكامل منين يطلع من H2 هذا الخط الأفقي. ركز وياه. الزاوية أرسمها منين من البداية وين أنتهي. شوف هذا الخط المنقط اللي منين يبدي لهذا الخط المنقط من الأورجن البيج O إلى بداية الR وخط ثاني الى نهاية الار وابدأ ارسم. هاي الزاوية قد كانت بهذا الخط المنقط الاول راح نسميها الفا، وبالخط الثاني هي بيتا او بيتا مثل ما تلفظ. فراح يكون التكامل من G1 الى G2 هذين الدالتين بالنسبة الى Z. بالنسبة للار منين كان الدخول من هذا الجزء اللي سميناه H1 والخروج كان من الجزء الثاني اللي هو H2، بينما الثيتا من ألفا إلى بيتا. هاي الطريقة نحسب التكاملات. ناخذ مثال ثاني شوي أكثر تعقيد من الأول. هنا find centroid سيجما يساوي لنا 1 ٠ انكلوز باي ذا سلندر. هسه عوف السندرويد احنا ما اخذناه لان هذا الموضوع مال المقاومة فما اريد الداخل اللي هو مركز الجسم. هنا لان الجسم متناظر فهو بس على الزيت والسيجما 1 يعني التكامل مالتنا 1. هذا موضوع ما اريد نشغل بيه. اريد نحسب حجم هذا الجسم بمن مشغول. انكلوزد باي مغلق بواسطة الاسطوانة زد اكس تربيع زائد واي تربيع يساوي لنا 4 اللي هي هاي بالارض القاعدة مالتها وارتفعت. هذه هي الاسطوانة. اوكي هاي الاسطوانة رسمناها. ام باوندد ابوف باي ذا بارابولايد. هذا البارابولايد قبل شوي رسمناه اذا تتذكروه اللي هو زد اكس تربيع زائد واي تربيع يساوي لنا ار تربيع. وين الحجم؟ المساحة المحصورة بيناتهم. شلون راح نكتبهم على شكل تكامل؟ الخطوة الأولى تكامل تربل انتجرين عندي اف. ما عندي اف هسه لحد الآن ما ممكن هو أي اف. راح نخلي دي زت. الدي زت مالتنا الار من وين لي وين يتحرك الزت؟ خلينا نشوف قبل الار دي ار دي ثيتا. الزت هو من 0 الى البارابولايد لان هو ابوف. هو قال بالسؤال ابوف. اذا من 0 الى ار تربيع. ار دي ار الار من وين لوين يتحرك؟ الار قلنا نرسمه من السنتر ويخرج منين؟ من هذه الدائرة. هذه الدائرة شنو معادلتها؟ وش ممكن اياها بالسؤال؟ ممكن بالسؤال هذه الدائرة مالتنا ايش قد معادلتها؟ ممكن اكس تربيع بعدين واي تربيع يساوي لنا 4. إذا R تربيع يساوي لنا 4 إذا R يساوي لنا 2 هو زائد ناقص 2 بس ما عنده طول بالسالب. إذا R من 0 إلى 2 بقت عندي دي ثيتا.
الدي ثيتا معها الدائره مالتنا وين كان مركزها؟ صفر صفر. اذا الدي ثيتا مالتنا مو مثل المثال الاول، لا، من صفر للتو يحسب التكامل، راح يكون هنا ار تربيع، لان يعني زد تكامل الدي زد زد الاعلى ناقص الاسفل ار تربيع، راح يجينا الار راح يكون ار تكعيب، خليها كامل ار تكعيب مباشرة، راح يكون ار اس 4 على 4 كامل دي ثيتا حدود التكامل من 0 الى 2 حدود التكامل من 0 الى 2 باي 2 اس 4 راح تكون 16 على 4 4 خارج تكامل. التكامل الاخير الدي ثيتا اللي هو من 0 ل 2 باي 2 باي ناقص 0 تبقى 2 باي ويساوي لنا 8 باي. هذا التكامل او الحجم اللي يريد نحسبه. خلينا نشوف التكامل. هنا يحكي عن السنترويد. السنترويد اذا هو متناظر حول المحاور فمحتاج احسب بس محور زد، لان هاي المحاور اصفار ما راح تتغير متناظره. اذا السنتر راح يكون على محور زد. السنتر يضيف للتكامل فقط زد، ضعنا ضايف زد ونفس حدود التكامل اللي حسبناها طالع عندها القيمة. الام بدون يعني الماس الكتلة مالتنا بدون محور زد راح تطلع 8 باي، هاي اللي حسبناها. طبعا اذا اردنا نحسب على محور زد في التكامل راح يكون نسميه اكس واي، اذا على المحور واي راح يكون اكس زد، وهنا انا شكتب واي للتكامل اللي يصير ار ساين ثيتا، وهكذا الى محور اكس هم راح اخلي هنا اكس اللي هي ار كوساين ثيتا، وهنا اسميه واي زد، واطلع الاكس بار والزد بار والواي بار. واضح شنو الكلام هنا؟ نحتاج بعد مثال. لا هنا راح نحكي على السبيريكال كوردينيت. السبيريكال قلنا ما راح ناخذ اي سبيريكال كوردينيت، هاي الكورس ما راح اخذه لان ما عندنا مجال، راح ننطيه باقي لنا اربع محاضرات واحتاج السيريز واحتاج المعادلات التفاضليه، ضروري تاخذ معادلات تفاضليه. احلى ما بهذا الموضوع هو السبيريكال، ما راح ناخذه مع الاسف بنوع من الصعوبه، يحتاج لمحاضرة كاملة يعني وقت ماكو. يقدر طالب يقرا يريد يقرا اوكي ما عندنا مشكلة، هو يحول بين الرو اذا تشوف الرسم مالته الاوضح، راح يكون هذا الرو هو الطول ويربط علاقة الرو بالار وثيتا، يعني الارض تبقى هي بولر ار وثيتا، بينما الزيت بدل ما راح يكون زيت احتياجي راح يكون رو اند فاي، وراح نتخلص من الار راح نحول الزيت راح يكون رو كوساين فاي اللي هي الزاير محصوره بيناتهم، والار احاول اختصرها بيناتهم. المهم احنا ما راح ناخذه فما ادخل بتفاصيله، اللي هنا انتهى الشرح. هالمره راح انتقل الى موضوع كلكم تسالون عنه، التمارين وشلون التمارين، وحدد ان تمارين مهمة وتمارين هواي. خلينا نجي هسه نحل التمارين، انا طالب اريد احل تمارين اليوم. اجي هنا السؤال الاول او evaluate the cylinder coordinate in exercise من 1 لـ 6، منطيني تمارين دي زد دي ار دي ثيتا، ومنطيني حدود تكامل. اباوع كل التمارين هن مشابهات كلهم، بس هنا بيها جذر هنا ما بيها جذر، من احل 2 من هاي التمارين كلش كافي، ما احتاج احلهم ستتهم. فكل طالب يختار، او احنا مجموعة طلاب احمد وحسين وحسن او تحسين ما اتذكر اسماكم، يا با راح احل الفرديات واحمد يحل الزوجيات، او لا اول 2 الي وثاني 2 وهكذا، بعدين الكل يجمع الحل. نجي للتمرين الثاني اللي هو منين من 7 لحد 10، شنو ذول من 7 لـ 10 ايش فيهم؟
يقول أنا راح أكامل هذا التكاملات باستخدام أوردر مختلف عن الـ dz r d r d ثيتا. ليش استخدمته؟ يقول occasionally بعض الأحيان easier to evaluate أبسط للحسابات، راح يفر حدود التكامل. إيش قد صار عندي هناك ستة، هسه وصلنا للعشرة، هم كلهم حساب تكامل بسيط. الأفكار تبدي هنا. هسه انطاني التمرينين ذني 11 والعشرة تمارين صعبة، خلينا نحلهم. هذول التمارين الصعبة نحلهم بطريقتنا. تمرين رقم 11 let D the region bounded below by plans that يساوي لنا صفر، هاي سهلة زت انطاني صفر. and above by the sphere، ننتقل لصفحة جديدة اللي راح احل تمرين جديد. اكتب البيانات هنا اللي انطيني اياها، اللي راح اترك هاي الصفحة. من الأسفل زت يساوي لنا صفر، ومن الأعلى لا زت تربيع زائد اكس تربيع زائد واي تربيع يساوي لنا أربعة. and side by the cylinder اكس تربيع زائد واي تربيع يساوي لنا واحد. شنو المطلوب من عندها؟ كل اللي انطاني اياه. المطلوب يريد التكامل بالاوردرات دي زد دي ار دي ثيتا ودي ار دي زد دي ثيتا ودي ثيتا دي زد دي ار، يعني ثلاث اسئله بسؤال واحد نفس المعطيات. نجي نحل هذا التكامل. الخطوه الاولى نرسم. شنو رسم هذه المعادله؟ هذه المعادله هي كره. نصف قطرها 2، وهذه المعادلة هي دائرة في الار 2 وهي اسطوانة في الار 3. اذا صارت عندي ارسم اسطوانة عند الارض بها اسطوانة دائرة، عفوا الدائرة مالتنا بالأرض راح ترتفع للأعلى تشكل اسطوانة. اتغطت بدائرة، هذه الدائرة هذا محور زد. شنو معادلة الدائرة؟ معادلة الدائرة هي x تربيع زائد y تربيع زائد z تربيع يساوي لنا 4. معادلة الاسطوانة x تربيع زائد y تربيع يساوي لنا 4. هذا كل اللي عندي. اريد تكامل. تكامل الزد اللي هو dz، هو يقول من الصفر إلى هاي المعادلة. إذا من صفر إلى هذه المعادلة أقدر أبقي زد وأنقل الباقيات للطرف الثاني، إذا راح تكون تحت الجذر 4 ناقص إكس تربيع زائد واي تربيع اللي هو شيء مثل لي آر، لأن راح تشوف الإحداثيات القطبية ناقصا آر تربيع آر دي آر دي ثيتا. اختصرها هسه الار من وين لوين؟ انا راح ابوع بالارض للار، منا الى ان يخرج مني الاوت صار من الدائره. الار ايش قد هنا يساوي؟ ان ار تربيع واحد، اذا الار هو زائد ناقص واحد. اكو طول بالسالب؟ ماكو طول بالسالب، اذا اخذ بس الموجب. اذا ار من صفر الى واحد تبقى الثيتا. التكامل الاخير ما دام المركز هو صفر صفر، اذا الثيتا شبيهة من صفر للتو باي. هذا اسهل تكامل ممكن احسبه. التكامل الثاني شوية صعب. ليش صعب؟ ركز وياي. اريد الرسم يبقى هنا فوق. التكامل الثاني يريد ار دي ار
ار دي ار دي زد دي ثيتا. عشان نحسبها شوية مطولة. الار مين لي وين؟ الاسطوانة كلها الار مين يتحرك؟ من الصفر لمن يطلع من معادلة الاسطوانة اللي هي شقد معادلة الاسطوانة؟ واحد. الى ان يوصل هنا راح يتحرك من الصفر، منين يخرج؟ من الكرة. اذا هنا راح يصير عندي تجزئة بالمعادلة. هنا شوف كلها يطلع من الاسطوانة، بينما هنا وصلنا لهاي النقطة بالذات المتقاطعين بيها راح تكون عندي تجزئة. تجزئة من اللي تجزئنا؟ محور زد هو اللي يصير بيه. اذا لازم اعرف هذه النقطة شقد بمحور زد. زد تساوي لنا لازم احسبها. هذه المعادلة شنو؟ ار تربيع زائد زد تربيع يساوي لنا 4. انا عندي الار تربيع شقد؟ 1. اذا هاي النقطة شقد من الزد؟ نقدر نحسبها مو؟ عندنا ار تربيع زائد زد تربيع يساوي لي 4. الار تربيع 1 زائد زد تربيع يساوي لنا 4. شنطينا ناقص 1 اذا زد يساوي لنا جذر 3. اذا زد يساوي لنا جذر 3. وين هاي النقطة؟ هذه جذر 3. اذا التكامل قبل جذر 3 شيء وبعد جذر 3 شيء ثاني. اذا بالحالة الثانية راح يكون عندي اي يساوي لنا اي 1 بلس اي 2، يعني انتجرال الاول زائد انتجرال الثاني. نجي نحسب الانتجرال الاول ار دي ار دي ثيتا. اذا ار دي ار دي زد دي ثيتا. هذا منين يبدي لنا الاول؟ الاول الار من صفر للواحد، والزد منين لمنين؟ الزد راح تاخذ الجزء من صفر الى جذر 3. الثيتا هي الثيتا الدائرة مالت من صفر لتو باي زائد ثلاثة كاملات ار دي ار. الجزء الثاني الار منين؟ من الصفر لمن؟ لهذه المعادلة. الار شو يساوي لنا؟ هذه المعادلة هذا الار يساوي لنا 4 ناقص زد تربيع تحت الجذر. لان انا عندي وين معادلتنا؟ هذه معادلة الكرة اللي هي ار تربيع زائد زد تربيع 4 ناقص زد تربيع واجذر الطرفين. اذا من صفر الى تحت الجذر اربعة ناقص زد تربيع. ليش حاشك نفسي هنا على مود الرسم؟ تكامل ار دي ار من صفر قلنا الى تحت الجذر اربعة ناقص زد تربيع. هذا الار. الدي زد، الزد منين لي وين هالمرة؟ رجعونا للرسم. من جذر 3 الى هذه النقطة. هذه النقطة شو تمثل؟ شقد احداث الاكس؟ محور زد هذا. شقد احداث الاكس؟ صفر. شقد احداث الواي؟ صفر. اذا اكس زائد واي صفر، يبقى زد تربيع 4. اذا الزد زائد ناقص 2 بالاعلى موجب، بالاسفل سالب يروح. اذا يبقى من جذر 3 جذر 2. ودي ثيتا دي هي من صفر لتو باي. وهاي اللي شويون على هنا شوي رادين التركيز، مو صعبة. نكمل الاحتمال الأخير اللي يريده.
شوف الانتجرال دي تيتا دي زاي دي ار. ما دام الدي ار بالاخير اذا ما عنده تجزئه، لان هو الار الوحيد اللي يختلف. اذا الثيتا هي نفس الثيتا من صفر للتو باي، ما راح يتغير فيها شيء. الدي زيت هي من الاسفل للاعلى، اذا رجعنا للرسم مالتنا من الاسفل للاعلى، اذا من يا داله ليا داله من الصفر للدائرة او للكرة اللي هي جذر 4 ناقصا ار تربيع. احنا قلنا زد يساوي انه اللي هي جايتني من ار تربيع زائد زد تربيع يساوي انه 4. هاي الكرة، هذا زد يساوي، اذا زد يساوي تحت الجذر 4 ناقصا ار تربيع. الاخير ار تربيع راح يكون من صفر الى واحد، دي لازم قيمة عددية، وهي الدائرة بالأرض إذا نتذكرها بالرسم. الدائرة بالأرض كانت الآر من صفر للواحد، والزيت هو من صفر إلى هذه. إذا يشبه التكامل الأول كان التكامل الثالث. هذا أحد نماذج الأسئلة، أتمنى يكون واضح. نحل بعد مثال ثاني او تمرين ثاني. تمرين 12 نفس الفكرة بالضبط، هم منطيني دي ريجن باوندد باي، اي مرة منطيني الزيت تساوي تحت الجذر اكس تربيع زاد واي تربيع لي ار تربيع، يعني زيت تساوي ار، يبدو سهل هذا. اند ابوف هنا كون قمع، اند ابوف باي بارابولايد 2 ماينس ار تربيع، يعني قطع مكافئ هاي المعادلة مو كرة. سيت اب ذا تربل انتجرال، شبيه هذا التربل انتجرال الغريبة، هم دي زد دي ار دي ثيتا دي ار دي زد دي ثيتا نفس التلافة اللي قبل شوية. اخذ المعادلات وخلي نشوف هذا التمرين شلون نحله. 2 ناقص ار تربيع زد يساوي لنا ار، ممكن زد يساوي لنا ار كاتبها بطريقة زد يساوي لتحت الجذر اكس تربيع زائد واي تربيع، هذا كون هو ممكن زد يساوي لنا 2 ناقص ار تربيع كاتبها بطريقة زد يساوي ناقصا اكس تربيع ناقصا ار تربيع. هذا بارابولا، بارابولايد، شلون نرسمهم؟ من الاسفل بالكون، الكون هذا الطمع، شو معادلته؟ زد يساوي لنا ار، ومن الاعلى بالقطع لنا المكافئ. قطع المكافئ شنو شكله؟ هذا شكله دائرة، خلي اغير اللون حتى يبين عندي كولر، اريد لون جوزي احمر. طبعا قطع يغطي كل المنطقة، هذه نقاط التقاطع اللي اريدها. وين راح تقع نقاط التقاطع؟ ننزل منها اسهم للاسفل، هذا محور واي، هذا محور اكس، هذا المحور العمودي اللي هو محور زد.
هسه يهمنا التكامل الثلاثي. التكامل الأول طبعا أسهل تكامل بيهم، تكامل دي زت. دي زت هي من هذا الزت إلى هذا الزت. هذا الزت شو يساوي؟ هذا هنا الزت يساوي هو معطيني إياه 2 ماينس تربيع. إذا من زت يساوي لنا آر إلى 2 ناقصة آر تربيع. من الأسفل بواسطة هذا القمع، إذا رسمنا خط من الأسفل للأعلى حتى ما نشوف الرسم كلر بالأحمر يرسم بالمثال المحاضرة بالمثال. هذا الدخول والخروج كان من هذه الدالة. إذا من R زت يساوي لنا R إلى زت يساوي لنا 2 ناقص R تربيع. أرجع اللون الأسود R دي R. سوف نرجع نحن بالأرض. بالأرض إيش عندي صار؟ هذا صارت عندي نقاط التقاطع دائرة، مو هذه دائرة. جد نصف قطر هذا الدائرة هو R. إذا من صفر إلى نصف قطر الدائرة لازم واحد يلقى نصف قطر الدائرة. منين يجيبه؟ أقدر أعرف النصف القطر إذا عرفنا نقاط التقاطع دول الاثنين بين القمع وال، بما أنه الزيت ساوت الزيت. هذا نشتغل عادة تحت الرسم. زيت ساوت الزيت يعني 2 ناقصا R تربيع ساوانا R. إذا R تربيع زائد R ناقص 2 يساوي صفر. قوسين R بR حاصل جمعهم موجب 2 وضرب ناقص 1. إذا موجب 2 سالب 1، فعندي موجب 1 سالب 2. إذا R يساوي سالب 2 أو R يساوي 1. سالب 2 مو شغلنا، ما في طول بالسالب. إذا R من 0 للواحد. الثيتا مركزنا صفر صفر، إذا من صفر للتو ثيتا. ما طلب حساب تكامل، ممكن بالامتحان أجيب لك أحسب التكامل أو أثبت أن التكامل يساوي أن كذا. الأوردر الثاني هو الصعب. شي يريده؟ يريده دي آر دي زت دي ثيتا. المنطقة دي بعنا الار منين واللي وين يتحرك. كل هذا الار من الصفر لمن؟ للزيت المر. ما عدا هنا تغير من صفر لمن صار لهاي الدالة الجوزية. شنو شكل هاي الدالة الجوزية؟ شنو معادلتها؟ زيت يساوي لنا 2 ار. يعني الار شو يساوي؟ أجيب هذا هنا وهذا هنا وأجذرهم، إيش راح يكون الآر يساوي؟ تحت الجذر 2 ناقص زت، وهنا الآر يساوي إن زت. إذن هذه المنطقة راح تتجزأ، مو؟ لو ما تتجزأ من يجاوبنا؟ أكيد محمد لبيب راح يجاوب لين يعرف. هسه ما ادري البقية شنو امكانياتهم، بس ادري امكانيات محمد، وممكن اي واحد يجاوب من عندكم كلكم طلاب اذكياء، بس محمد اكيد يجاوب. خلينا نشوف التجزئة اللي راح تحصل عندي. شوف هنا الدي زت، هاي الزت هنا ايش قد تساوي بحيث صار عندي تجزئة؟ هنا ايش قد الزت تساوي؟ الزت تساوي لنا الار. شلون نقدر احسبها؟
إذا زد ساوت آر وآر ساوت آر، إذا نفس المعادلة راح ترجع عندي مو؟ عوض مكان كل زد بآر، إيش راح يصير عندي؟ زد يساوي إن 2 ناقص زد تربيع، دي نفس المعادلة اللي حليناها، راح تطلع عندي سالب 2 بواحد. فعلا سالب 2 إذا مديت الطمع للأسفل راح يكون سالب 2، هذا واحد هنا، إذن هذه النقطة واحد بالنسبة لمن؟ واحد للارتفاع. إذن التكامل راح يكون تكامل الأول دي ثيتا من صفر للتو فاي، التكامل الثاني دي زيت من صفر للواحد، الآر كانت من صفر إلى زت، الجزء الأول كله من صفر، الآر يتحرك لمن؟ إلى زت، هذا آر دي آر دي زت دي ثيتا، زائد الجزء الثاني أيضا من صفر للتو باي، بينما دي زت هذا R دي R دي Z دي ثيتا. شوف الجزء الثاني منين لي وين يتحرك، نرجع لنفس رسمنا، هذا الواحد، هذا هنا ايش قد الزت يساوي؟ ال R هنا صفر على المحور هذا، فبقى عندي زت يساوي 2 وهنا واحد، اذا من واحد للاثنين كان ال R من صفر إلى تحت الجذر 2 ناقص زت، إذن بالزت من الواحد للاثنين كان الآر من صفر إلى تحت الجذر 2 ناقص زت، اللي يساوي I1 بلس I2. هسه التكامل الأخير اللي يريده أعتقد بسيط جدا بعد، اللي هو R d ثيتا d z d R d ثيتا من صفر للتو باي، ما راح تتأثر d z على طول الخط هي من الأسفل للأعلى، إذن من صفر والأعلى مالتنا كان 2 ناقص R تربيع اللي هي القطع الناقص القطع المكافئ البارابولايت، الدي آر هو اللي بالآر بعد من صفر للواحد. نحكي عن التكامل الأخير، الدي ثيتا كانت حول الدائرة اللي هي بالآر من صفر للتو باي، والزت كانت ايضا من الاسفل للاعلى، اذا من ار يساوي لنا الى زت يساوي لنا 2 ناقص، اذا مو من صفر، من هذا الزت يساوي لنا ار، والار كانت من صفر للواحد، هذا يساوي لنا واحد، اكتشفناه بالحلقه الاخيره، يعني من المعادله مو من الحلقه الاخيره للفكاهه، هنا من ار الى 2 ناقص R. هاي اغلب افكار التمارين، نرجع للتمارين، حلينا ال 12 ال 13 يقول find iterated integral in cylinder coordinate، شو نعطيني هنا؟ over the region bounded below من الاسفل z صفر، سهل هذا z صفر، حل النص الحل، and side cylinder cosine، الكوساين وين صاير؟ كوساين إذا تتذكرون على محور اكس، يعني الزاوية مالتنا راح تكون من ناقص باي على 2 للباي على 2، on top by parabolaid زد تساوي لنا 3 r تربيع، هذا سهل تكامل، هو يريد اي تكامل، دي زد من صفر لل 3 r تربيع، الدي ار راح يكون من الصفر لل دالة مالتنا اللي هي كوساين ثيتا،
الدي ثيتا هي الفكرة بها. الدي ثيتا، دي ثيتا منين اللي وين؟ إذا رجعنا للرسوم مالتنا شوفوا الرسم الأول والثاني، باع هنا كان الرسم على الساين، يعني على كان من صفر إلى الباي، بينما إذا جت من الدائرة هنا كوساين راح يكون من سالب باي على اثنين إلى باي على اثنين، يعني هاي نفس هذا المثال بالضبط تقريبا، بينما فقط هذا الجزء مفتر صار هنا، كأنما سوي له روتيت 90 درجة من صفر لتو باي، فراح يكون من سالب باي على اثنين للباي على اثنين، والباقي ما تغير، ما أضفنا له أي شيء. هذا التمرين. هنا التمارين من هذا كونفيرت انتجرال، هسه احنا عرفنا شلون حسبنا الانتجرال. اي تكامل من هذا النوع ما اقدر اكامله انا، اكس تربيع واي تربيع دي اكس دي واي دي زد، فهذا شو اسوي؟ راح يكون هذا جبرا، راح يكون ار دي زد تبقى دي زد، الاكس احولها ار كوساين ثيتا لان الزد هي صارت بدلاله الاكس، والاكس يعني هذا افكاره بسيطه ارسمه احله ما بي. هذه نصف دائرة وهذا ايضا نصف دائرة، الار هاي الار شقد الدائرة مالت شقد النصف قطر مالت، هذا اكس يساوي لنا تحت الجذر اربع الطرفين وانقل الواي راح يكون اكس تربيع زائد واي تربيع يساوي لنا واحد، دائرة نصف قطرها واحد، اذا من صفر للواحد الار تبقى الثيتا، هذا نصف دائرة يا اما من صفر للباي او من ناقص باي الى من ناقص باي على اثنين للباي على اثنين، من 15 لل 20 يريد تكامل للدي، منطين الدي دي سلندر هو سيركل ان اكس اون توب منطين اياه وراسمها، يعني مسهل علينا الامور اذا رسمنا وفر علينا جهد. هذا راسم لدائرة على محور واي، يعني الزاوية مالتنا من صفر للباي، ومنطين الزيت من صفر لهذا الزيت للواي، بدل الواي سويها ار ساين ثيتا، انحلت. كمل بعد تمارين كلها من هذا النوع، فبعد بقول حد التمارين، حدد لنا تمارين، دين التمارين كلها من الشرطات الى ان يجينا سبيريكال. سبيريكال بعدنا ما ماخذينه، لو ناخذه لو لا، على اكثر لا. فعندي تربل انتجرال هنا بعد، سبيراند كون، سبيراند هالف بلين، كون اون بلين، سلندر اون بارابولايد، يعني يعطيني اشكال وراسا نطبق عليهم تكاملاتنا اغلبها. سلندر كون، سلندر بارابول يعني اسطوانه مع قطع، حلينا هيش تمرين. اسطوانه مع قمع، حلينا هذا التمرين الاخير. كره مع سلندر، حلينا هيش تمرين. سلندر مع بلين، ما حلينا احالين هيش تمرين بالتمارين اللي شرحناه، وهكذا ينتهي هذا الموضوع، ينتهي موضوع التكامل. بعد راح ننتقل محاضرتنا القادمة عن السيريز والإنفينيت سيريز نحكي، وأريد أضق محاضرتين أو ثلاثة للمعادلات التفاضلية لموضوع أساسي بمادة التحليلات الهندسية، لازم عندك أوليات قوية عن المعادلات التفاضلية حتى تقدر تتواصل بالمرحلة التالية. نلتقيكم الأسبوع القادم.